سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم فيديو جديد غادي يكون مختلف على الفيديوهات اللي كنحط لكم في القناه. غادي ندير لكم اليوم التطبيق ديال هاد الطريقه كيفاش منبته هاد الجلابه هذه اللي شفتوها في الاول ديال الفيديو، ولا نخلي لكم التصويره تاع دابا. الجلابه ديال بيوتي باي امينه، ديال امينه. المهم كنت شتا حاطه في انستغرام وشت شي بنات كاتبه في كومونتير وريها لنا قريبه باش نعرفوا الطريقه ديال كيفاش ملاقيه. غادي نوريكم انا الطريقه كيفاش ملاقيه، ديري لها ديك الملاقيه بالعقيق، ونوريكم حتى الطريقه كيفاش داير عليها داك التنبات في القب اللي هو ساهل. المهم انا نخليكم التصويره باش تشوفوها الطريقه كيفاش منبتاكه في القب وحتى في هنا في الكتاف. هي سهله جدا. اول حاجه غادي نحتاجو الموزون على هذا الشكل، هذا صغير ماشي الكبير. وغادي نحتاجو العقيق المهرس. انا غادي نستعمل غير هذا داك المكركب ماشي المهرس. يعني عندكم اختيار، اما تاخذوا هذا ولا المهرس. بالنسبه لهذيك الرشمه اللي في الكتف حتى هي سهله، الا بغيتوا ندير لكم التطبيق ديالها قولوها ليا. سهله غير بالموزون. المهم اول حاجه غادي ندخل هنا 4 ديال العقيقات. يعني باش بديت غادي نبدا معاكم هنايا. دخلت 4 ديال العقيقات هنا مهرسين كيف ما كتشوفوا. غادي نجيب واحد الموزونه بحال هكا. هاد الموزون كتكون فيه العين ديالو، هاد العوينه كتكون في الجنب، حيت كاين واحد الموزون كتكون في الوسط. ولكن اللي في الجلابه انا زوميتها يعني قربت شتا مزيان، دايرين هاد الموزون هذا اللي في الجنب. غادي نجي غنحط الموزون على هاد الشكل هذا وغنطلع البرا. هنا دخلت 4 ديال العقيقات ودخلت البرا في الثوب. غادي نجيب الموزون نحطها على هذا الشكل هذا ونطلع البرا وسط من هذيك العوينه بحال هكا على هذا الشكل. نتمنى يكون واضح ليكم. غير شوفوا معايا الطريقه، راه سهله سهله جدا. من بعد ما طلعت الابره بحال هكا غادي نجيب 4 ديال العقيقات. تبقاو غاديين بالحساب البنات باش يجيكم مقاد. درتو 3، درتو 4، مهم درتو 5، تبقاو غاديين بالحساب. غادي ندخل 4 بحال هكا على هذا الشكل. سهله سهل جدا. وغندخل دابا في الثوب وغادي نرجع بنفس الطريقه. يعني باش بديت بحال هكا ندخل في الثوب بحال هكا ونجيب موزونه. المهم الطريقه هي اللي غتجيكم سهله. نجيب موزون على هاد الشكل كما قلت لكم. وبيان سيغ غتكون عندنا الجلابه متبعين الجنب ديال القب ديالنا، غير هنا راس مخط باش يبان لكم. يعني القب ديال الجلابه غنتبعو على حسب الدوره اللي فيه وفي الجنب ديال القب، يعني يكون مخي غتكون مخيطه الجلابه. هانتوما حاولوا انه يكون موزون على هاد الشكل. غنجي العوينه ديالي بحال هكا، نتمنى يكون واضح ليكم. نطلع البرا على هاد الشكل وندخل 4 ديال العقيقات. بالنسبه لديك الملاقيه اللي في الوسط غادي نوريها لكم دابا، حتى هي سهله. هاد الشكل هكا ندخل 4 وندخل في الثوب. بالنسبه للبرا تاخذوا البرا ديال التنبات رقم 12. وكما شفتوا الجلابه هي في الاحمر، حاولت نختار لكم الثوب في الاحمر باش نقول لكم انكم تاخذوا الخيط في الاحمر، يعني في اللون ديال الجلابه باش تنبتوا باش ما يبانش لكم. هنا راه مع ذلك راه ما كيبانش، ما دايرهش اللون احمر، دايره الكرونة هو اللي عندي. من احسن ديروا اللون الاحمر. يعني خذوا هاد النصائح زعما بالعين الاعتبار،
يساعدوكم باش تكون خدمة يعني زوينة ونقية. خدوا اللون الأحمر باش ميباش ليكم في على حساب اللون ديال الجلابة، لا كان جلابة في الأحمر خدوا اللون، المهم هذاك اللون بحال البوردو زوين. المهم كما كتشوفوا ساهل ساهل، كنبقى غادا بنفس الطريقه، دخل 4 دقائق بحال هكا، ندخل في الثوب ونجيب عتاني موزونه بحال هكا. غير لاحظوا معايا هنا العوينه في الجنب هنايا ماشي في حدا العقيق، يعني كيكون هنا ديك العوينه اللي في الموزون في الجنب. نحاول نقادها بحال هكا ونطلع في العوينة هكا، صافي نبقى غادا بنفس الطريقة، ندخل 4 دقائق. نتمنى يكون واضح لكم الفكرة ويكون الشرح يكون واضح، صافي نتمنى انه يكون واضح لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. نبقى غادا بنفس الطريقة، ندخل في التوب، الا ما واضح ما واضحش لكم عاودوا رجعوا يعني هذه اللقطه وشوفوا باش دابا باش ما يجيكمش فيديو طويل، نوريكم الملاقيه ديال الوسط كيفاش مخدومه سهله البنات بحال هكا. كنبقى غاده وكيف ما قلت لكم بقاو متبعين يعني الدوره ديال القبه ديالنا. مهم دابا كيف ما كتشوفوا نوريكم كيفاش مخدومه هذيك الملاقيه اللي في الوسط، كيف ما كتشوفوا ها هي من بعد ما كملتها كتجي على هذا الشكل هذا. المهم هذه الطريقه باش مخدومه، انا دابا بارطاجيت معكم غير كيفاش مخدومه. دابا غادي نوريكم كيفاش منبت هذيك الوسط. نفترض انا سطرت هنا واحد السطره باش يبان لكم، نفترض هذا هو الملاقيه ديال الجلابه. دابا الجلابه ملاقيه غير بالماكينه، وهذاك الخط باش ملاقيه غادي نخبيه بالعقيق، وكتجي هذيك الخدمه زوينه يعني ديك الملاقيه كتجي زوينه. غادي نحتاجو العقيق المهرس، غادي نحاول ندخل واحد 5 ديال العقيقات. انا عندي هذا العقيق المكركب شويه صغير، داك العقيق المهرس غيكون شويه كبر منه. غادي نجيب بحال هكا مائله، غندخل الابره وغادي نطلع في الثانيه، يعني دخلت هنا 5 نطلع في الثانيه، يعني ماشي الوسط غنطلع في الثانيه، يعني في الثانيه. نتمنى تكونوا فهمتوني بحال هكا على هذا الشكل. وغادي نعاود ندخل 4 ديال 5 كما قلت لكم البنات، تبقاو غاديين بالحساب باش يكون داكشي هو هذاك، ما كاينش بحال هكا. كنبقى غاده مائله، كنجي بحال هكا دخل الابره ونطلع في العقيقه الثانيه بحال هكا. الا تبعتوا غير هاد الطريقه غادي تبقى غادا الخدمه ليكم قاده، غادي يبان داك الشيء ماشي عوج مقاد. تبعوا غير هاد الطريقه كما قلت لكم الحساب ها نتوما. جيو تاني بحال هكا ونطلع في العقيقة الثانية، يعني الثانية الأولى، يعني الأولى الثانية بحال هكا على هاد الشكل. ونبقى غادا بنفس الطريقة نحاول من ندخل عقيق نجي شويه مائله
هكا مائلة، ندخل البرا ونطلع دقيقة تانية. المهم البنات، هذا هو الشكل كما قلت لكم، هذه الطريقة نتمنى انها تعجبكم، نتمنى انه لو بالقليل القليل تستافدوا من هذا الفيديو هذا. صافي نخليكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. المهم هذه الطريقة ديال الملاقية ديال الوسط، الا بغيتوها ما تجيش هكا يعني عامرة، يعني حاولوا انكم الخط تميلوا اكثر وتطلعوا في النصف. نتمنى تكونوا فهمتوني، يعني ما تجيش لكم كاع عريضة بحال هكا نتوما ديك الساعه. المهم انا غير وريتكم الطريقه. وبالنسبه للطريقه ديال القبض راه بحال هكا، يعني عامره بهذا الشكل هذا، وحتى في داك الدوره ديال الكمام. المهم نتمنى انها تعجبكم، ونتمنى ان الفيديو يكون واضح لكم. بغيت غير نشكركم، وشكرا الشكر لكم بزاف على التتبع ديالكم. نخليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، ونتمنى ان لا فيديو تعجبكم اليوم.